لا أدري إذا كان الاتصال مع السيد توني بولس قد جاء. سيد توني، إذا سألت عن طبيعة الاستهداف، المنطقة، وهل هو المتوقع، وأيضا إذا ما كان هناك قراءة، إذا ما كان هناك ربما توقعات بالنسبة لإسرائيل، إذا كانت ستكمل أم ستكتفي بهذا القدر؟ يعني في الواقع الاستهداف، يعني على ما يبدو أنه استهداف لموقع معين، وبالتالي ما ممكن يكون هناك استهداف لشخصية معينة أو اغتيال معين حصل. من المبكر يعني طبعا المعرفة التفاصيل، يعني الاستهداف حصل منذ وقت قصير، ولكن أتى الموضوع بشكل معاكس لكل التوقعات وكل التطمينات التي تحدثت سابقا أن هناك تجنيب للضاحية الجنوبية والاستهداف لبيروت، ومن حتى الآن يعني غير معروف إذا كان هذا الرد هو الرد الرسمي الإسرائيلي أم هو مرحلة من المراحل، أو ربما يعني قد يكون أمرا في مسار المواجهات المستمرة منذ 7 أكتوبر، لأن في وقت سابق تم استهداف الضاحية الجنوبية عندما تم اغتيال صالح العروري، وبالتالي هو استهداف سابق للضاحية الجنوبية، ولم يعني من 7 أكتوبر حصل استهداف للضاحية، ولكن نحن نتحدث عن هذا الظرف بالذات. إذا كان الاستهداف هو نتيجة وحارة تحريك، أليس لها خصوصية؟ يعني استهدفت الضاحية، نعم، واغتيل العروري في الضاحية الجنوبية، ولكن حارة تحريك ورمزيتها، وجود المركز، مركز قيادي لحزب الله، ألا يعتبر تغيرا من حيث الاستهداف؟ بطبيعة الحال الضاحية الجنوبية وحارة تحريك هي معقل أساسي لحزب الله، وبطبيعة الحال الاستهداف موقع أو ربما شخصية معينة في الضاحية، وهنا أنا أرجح فرضية الاستهداف الشخصي، لأن الطائرة يعني المعلومات الأولية تفيد إلى طائرة مسيرة ألقت صاروخين، وبالتالي عندما يعني اعتدنا على الطائرات المسيرة تستهدف أهداف بشرية أكثر من مواقع يعني مواقع أمنية أو عسكرية. طبعا هذه معلومات أولية نتحدث عنها بانتظار يعني أن تتضح رؤية بشكل أوسع. وننتظر أيضا حتى بيان من الجيش الإسرائيلي حول طبيعة الهدف الذي تم استهدافه. وأريد أن أشير أيضا أن اليوم أيضا سقط قصير مدني في شمال إسرائيل، يعني كان في هناك استهداف لمدنيين في شمال إسرائيل، أيضا ربما هذا الأمر ساهم في تسريع الرد الذي كان ربما كان مرجعا أو كان هناك مفاوضات حوله، لأنه كان هناك انتظار سابق للرد وتأخر، ولاحقا تم الحديث وتم تجنيب بيروت أي هجوم إسرائيلي، لكن من الواضح أن هجوم إسرائيلي حصل في بيروت في الضاحية الجنوبية مع حزب الله. قد يكون الاستهداف الذي حصل اليوم في شمال إسرائيل وأدى لسقوط مدني على الأقل قتيل قد سرع بالموضوع وأتى رد مزدوج نتيجة لأحداث مسجد شمس وأيضا الاستهداف الجليل صباح هذا اليوم. طيب، ذكرت بأنه الضربة جاءت على عكس التوقعات نظرا للتطمينات التي تم الحديث عنها، إذن هل هذا من الممكن أيضا أن يجعل إمكانية أن تكون هناك ضربات مختلفة؟ كان هناك وعود أيضا بأنها لن تتم، وكان هناك مطالب ربما أمريكية وضغوط أمريكية في هذا المنحى، هل هذا جائزا بعد أن حدثت هذه الضربة في الضاحية؟ يعني هذه الضربة إذا كانت خارج إطار التفاهمات ومبدئيا يعني الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون يأخذ أمور منحى أكبر. طبعا سمعنا تهديدات من قبل حزب الله أنه إذا استهدفت بيروت سوف يرد إلى تل أبيب وسوف يقصف وسوف يوسع الحرب بالشكل الذي يراه مناسبا، ولكن باعتقادي أن التحدي الإسرائيلي تحدي حزب الله سيأخذ الأمور باتجاه آخر. يعني حزب الله ربما يعني ثبت خلال 10 أشهر الماضية قدراته لا توازي قدراته، لا يستطيع أن يجاري القدرات الإسرائيلية، وأن تهويلاته وسردياته أنه قاضي على رداء إسرائيل سقطت، واستهداف الضاحية اليوم أسقط تلك السردية تماما، لأنه كان يقول أن إسرائيل لم تتجرأ سابقا على قصف الضاحية الجنوبية لأن حزب الله أو لأنها خائفة من رد فعل حزب الله. هذا تحدي مباشر من قبل إسرائيل لحزب الله حول سردياته السابقة وحول ادعاءاته لأنه يوازن أو لديه قدرة موازنة رعب، وأن من يحمي الضاحية الجنوبية هو التوازن العسكري الذي يرسيه مع إسرائيل. فإذا نحن أمام ضربة إسرائيلية رد وأمام تحدي مباشر لحزب الله الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهذا سيجعل حزب الله يعني يعيد حساباته. شكرا. وربما هو مضطر نعود إليك سيد توني، شكرا جزيلا.